الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي متابعين حواء، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. زي ما أنتم شايفين كده أنا بوريكم مكونات المعجنات اللي إحنا هنعملها. هنعمل مع بعض إيه النهاردة؟ هنعمل مع بعض المنين أو كعب الغزال، ايا كان. انا هعمل تشكيله في الفيديو بتاع النهارده، بس هعملها بطريقه غير اللي احنا عملناهم قبل كده. احنا عملنا قبل كده المنين، وعملنا كعب الغزال، وعملنا الفطاير المبسوسه. كل دوت كنا عملناه على السخن، تمام، كنا بنقدح فيه السمنه. بس انا النهارده هعمله معاكم على البارد، ما عملناهوش على البارد. احنا لسه الجو معانا ايه، صيف شويه، فما فيش مشاكل ان شاء الله، مش هياخد وقت. احنا بنعمله في الشتاء على السخن علشان السمنه وهي مقدوحه بتخلي العجينه بتخمر معايا بسرعه، ما بتاخدش وقت يعني، وما بتغيبش معايا في التخمير. معايا هعمل ايه؟ هعمل حاجه بسيطه برضو النهارده، هعمل نص كيلو بس من الدقيق، تمام. يبقى هنا دوت معايا، بس انا فرديه كده في الصينيه على اساس لما احط عليه السمنه وابسه. معايا هنا دوت ايه، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الملح. معايا الباكو بتاعي هنا دوت، على فكره هو فيه حبه صغيره، هو انا محتاجه نص معلقه من خميره الحلويات، وده كده حوالي نص معلقه يعني، حتى انا لو فضيته هيجي بتاع نص معلقه، تمام. نص معلقه صغيره من خميره الحلويات او البيكنج باودر، اي نوع طبعا انت بتفضلي، تمام. يبقى حطينا هنا ربع معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من خميره الحلويات، وكمان هحط ظرف من الفانيليا، اي نوع فانيليا انت بتفضليه. زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب احط الفانيليا بتاعتي على المعجنات عشان بتديها ريحه وطعم حلو كمان وجميل. طبعا المعجنات اللي بتبقى فيها حاجات ايه مسكره، مش المعجنات المالحه، تمام. هقلب بقى ايه الدقيق بتاعي كده بالمكونات الجافه كلها اللي انا حطيتها كويس جدا. بصوا كده بعد ما قلبت الدقيق معايا ايه، طبعا احنا قلنا ان الكيلو بياخد حوالي 500 جرام لو انت عايزاه دايب خالص، تمام. لو انت عايزاه متماسك شويه وبيكون ماسك نفسه بتحطي حوالي 400 جرام. 400 جرام دول بكوبايتين من المج دوت، ده مج الشاي العادي المتواجد في اي بيت عندنا في كل مكان، تمام. بتحطيهم زي ما انا معايره كده اهوت، بتعايري كوبايتين للكيلو. طبعا عشان انا عامله نص فهاخد كوبايه واحده. الكوبايه ديت انا النهارده عاملاها كمان معاكم، عملته قبل كده بالسمنه، النهارده هنعمله بالزبده. بس الزبده يعني انا قدحتها، تمام، سيحتها لغايه لما اخدت وضع السمنه، وبعد كده سبتها جمد التاني بالشكل دوت زي ما انتم شايفين اهو، تمام. وهحطها على الايه، على الدقيق بتاعي. خلاص هنزل بالكوبايه بس الاول كده بايدي، هفضيها كلها على الدقيق ونرجع نبسه مع بعض. بصوا كده بعد ما فضيت الايه السمنه بتاعتنا، الله على ريحه السمنه البلدي يا جماعه، والله طبعا بتفرق وبتختلف تماما في اي ايه معجنات او حلويات. نسيت اقول لكم هنا على ايه الخميره بتاعتي، طبعا انا مجهزاها ومختبراها يعني قبل ما ايه ما ابدا في البس بتاع الدقيق. حطيت مكعب واحد بقى، قصدي مكعب ورقه من الخميره الفوريه، تمام. وحطينا عليها معلقتين سكر ونص كوبايه ميه دافيه زي ما بنعمل كالعاده، ومغطيينهم وسايبينهم لغايه لما نبدا في ايه في الدقيق بتاعنا. طبعا هنبس الدقيق بقى كده، هتبرولي الدقيق بتاعك بالسمنه كلها لغايه لما بيبقى يتشرب السمنه ويبقى عامل زي حبات الرمل، تمام. بالشكل دوت كده هفضل ابس كده رايحه جايه اهو، بصي بس كل ما بيروح بيختلف معايا، تمام. ثواني كده بصوا، خليكم معايا برضو مش همشي، بس هفرد ايه قماشه كده على الرخام عشان الصينيه بتلف مني، تمام. وهاخد كده اهو وهفرك كده، اشيل اللي على ايديا دوت من السمنه، وابدا اخد كده واجيب الدقيق اللي هو من تحت في الارضيه وبس لغايه لما يبقى كله زي الرمله، ما فيهوش كتل كبيره كده وكتل صغيره، ويبقى كله ميه واحده زي ما بيقولوا، تمام. هخلصهم بس وارجع اوريهم. بصوا كده دي المرحله اللي انا كنت عايزه اوصل ليها وقلت لكم عليها، اللي هي زي حبيبات الرمل. شايفين معايا الدقيق كله اخذ الايه السمنه كلها وتشرب بيها بالشكل ده. عايزه تعرفي بقى السمنه بتاعك مظبوط في الدقيق ولا لا ازاي؟ هقول لك على حاجه. بصوا تمسكي حبه الدقيق زي كده في ايدك وتعملي ايه اهو، وتاخديهم كده اضغطي عليهم كده ضغطه جامده، تمام. لو اتكونوا معاكي كوره بالشكل دوت، حته زي حته العجين كده، يبقى اعرفي ان مقدار السمنه بتاعك مظبوط، تمام. لو ما تكونوش بالشكل دوت، يبقى اعرفي ان انت عايزه مثلا دقيق، عاوز ايه معلقتين تاني او معلقه اتنين زي ما ياخد، لان زي ما قلنا كل دقيق بيختلف عن التاني. ترجعي تدوسي عليها كده، بصي بصي دايبه ازاي ما شاء الله،
تمام كده. ايه ده كده السمنه والدقيق بتاعنا اللي احنا حطيناه. الخميره اهي بسم الله ما شاء الله، بصوا رفعت معايا ازاي. هبدا انزل بيها كده على ايه الدقيق والسمنه بتاعتي، تمام. وهنزل المقدار بتاعي طبعا كله، ما سيبش حاجه، وهبدا اعجن الايه الخميره والدقيق بتاعي. ولو احتاج طبعا ميه تاني هعمل ايه، هزود لغايه لما احصل على عجينه طريه. طبعا ملمسها مش بيبقى ناعم زي الايه اي معجنات تانية، تمام. بصوا كده ده العجينه بتاعتي اهي، اسهل عجينه في الدنيا تكون عجينه المنين يا جماعه او كعب الغزل والله. يعني انا دايما لما بحب اعمل معجنات الاغلبيه الولاد بعملها عشان بس تسهلها. بصوا اهو طريه بس مش اللي هو الملمس الناعم. شايفين لما تفتح العجينه بصي عامله ازاي، شايف شكلها هي كده. ما تقوليش لا دي لسه عايزه عجن وكده، انت كل ما هتعجني فيها كل ما هتنشف معاكي زي الكحك كده، تمام. احنا ما بنعجنش فيه، دوب حطيت حبه الميه والخميره وتلمي كده اهو، خلاص لميتها كده بالميه خالص لغايه لما طريت معايا وبقت بالشكل دوت، خلاص تمام. هعمل ايه، هحطها، هسيبها الصينيه بتاعتي دي بصراحه واسعه، انا كنت احطها عشان البس، عشان يعني ابس فيها اعرف ابس فيها. بس انا جبت طبق كده اهو واديته مسحه من السمنه وهحط العجينه بتاعتي فيه وهغطيها بفوطه مطبخ وهسيبها كده مثلا نص ساعه لغايه لما تريح بس كده شويه، ونرجع نشكل كعب الغزال بتاعنا زي ما قلت لكم انا هعمله النهارده. عفوا هعمله النهارده تشكيله، تمام. تعالوا كده بعد ما عملنا المنين بتاعنا، تمام، او كعب الغزال، وعملنا العجينه وحطيناها تخمر، هنعمل ايه، هنعمل الحشوات. اول حشوه هنعملها طبعا هو اختمر يعني معايا خلاص العجوه، شايفين دي عجوه، تمام. بصي العجوه معايا طريه ازاي، شايفه اهي، بصي ما شاء الله جميله. ازاي بقى احنا عملنا حشوه العجوه قبل كده؟ انا عملت بجيب العجوه وبعمل ايه، بحط عليها معلقه من السمنه او من الزبده اللي احنا اشتغلنا بيها عادي، تمام. وبحط عليها ربع معلقه صغيره من القرفه، وكمان بحط عليها معلقه بقى صغيره من الكاكاو، وبعجنهم كلهم، وكمان بحط سمسم، بس المره دي انا مش حاطه سمسم خلاص، وبعجنهم كلهم. وبعد كده بعملهم صوابع طويله بالشكل دوت اهو زي ما وريتكم، ودي كمان اهو بصي اهو، تمام. طبعا الكميه النهارده انا عامله كميه قليله، فهعمل حبه بالملبن ارضي ده وده وده وارضي جميع الاطراف، وهعمل برضو حبه ساده وحبه بالعجوه زي ما احنا شايفين كده، فهنقسمهم ان شاء الله مع بعض. اول حشوه هعملها حشوه العجوه. بصوا كده انا قطعت ده كيس ثلاجه عادي، تمام، وفردته كده على الرخامه بتاعتي، وجبت ايه صابع كده من صوابع العجوه اللي انا عملتها، وهحط كمان برضو فوقيه كيس ثاني كده بالشكل دوت اهو، تمام اهو. وهبدا بقى ايه بالنشابه بتاعتي كده وهبدا افرد العجوه، تمام. هفردها كده ايه طوليه وعرضيه لغايه لما تديني ايه مستطيل اهو، خلاص. بس عشان ايه انا بشتغل بايد واحده زي ما انتم عارفين زي ما قلت لكم قبل كده، فطبعا هظبط وبعد كده ايه هرجع لكم تاني ونجيب العجينه ونفرد ونحط ونشوف هنعمل الشكل بتاع كعب الغزال ازاي مع بعض. تعالوا بقى نشوف، ما شاء الله شايفين اهي العجينه بتاعتنا، بصوا إيه طبعا خمرانه معايا، تمام اهي ما شاء الله. هبدا اخد بقى ايه، بصي اهي شايفه ما شاء الله جميله جدا، هاخد كده ايه كره كبيره كده شويه اهو، طبعا الرخامه بتاعتي نظيفه ومية مية الحمد لله، تمام. وهبدا اخد كده واشغل الايه بايدي كده بس المها اهو، شايفه تمام خلاص كده. وهبدا اعمل ايه، هي اعملها برضو زي مستطيل كده زي العجوه، العجوه اهي بصوا شايفين فردناها ازاي، تمام خلاص. هبدا بقى افرد برضو الايه العجينه بتاعتي كده زي العجوه او في حجم اكبر شويه. بصوا ما شاء الله هي بتفرد لوحدها مش محتاجه نشابه، لو انت بالنشابه عادي برضو هتفرديها، خلاص. هفردها بس كويس كده واظبطها علشان تبقى كلها متساويه، وهعملها قد العجوه اللي احنا فرديناها، ونرجع نشوف اللفه والرول بتاعها. فردت العجينه، جبت كيس العجوه ورحت قلبها على العجينه بالشكل دوت اهو، انا لسه ما شلتهوش، وتبداي تضغطي عليها كده برضو بايدك تساوي كده اهو عشان بس ايه العجوه تلزق على العجينه، تمام اهو. وتروحي بعد كده بصي شايله الكيس، تمام. وهبدا بسم الله كده اهو واحده واحده اهو، هترولي كده وتضغطي اهو، شايفه الشكل ده، وهترولي
حاولي ايه وانت بترولي مش توسعي بسرعه، لا واحده واحده تمام، واحده واحده اهو خلاص كده. بصي اهو خلاص بالشكل دوت لغايه لما نوصل لايه للنهايه، وترجعي تاني كده وترولي تاني. بص كده اهو انا خلصت الرول بتاعي اهو، شايفين ما شاء الله. بصوا بقي قد ايه بعد ما لفيته كده تاني وبدات اقطعه بالشكل دوت. بصي مايله كده اهو السكينه، حابه انت تقطعي اكبر من كده مفيش مشاكل، بس انا بحب اديه التقطيعه ايه يعني ممكن مره كده ومره كده، يعني مش لازم هياخد معانا ايه الشكل الدايم كده على طول طويل يعني. خلاص اهو صغير كده حتى الولاد يحبوا ياخدوه معاهم في المدرسه، واحداث صغيره كده تمام. هرفعه بقى مجهزه الصينيه بتاعتي تمام، مديها مسحه من السمن اهو زي ما انتم شايفين، وهرجع ارصه فيها ونكمل حشوه الملبن مع بعض. هوريكم برده ان شاء الله الملبن اللي انا عاملاه. بصوا كده انا حبيت ان انا اوريكم اللي انا بعمله بالملبن تمام، نفس الطريقه هي هي. فردت الملبن الاول بين الكيسين وبعد كده فردت العجينه. بصوا الملبن دوت انا جايباه من عند العطار عادي اهو تمام. بصوا شايفه طاري معايا برده ازاي نفس الحكايه، وحطيت عليه معلقه من الزبده وعجنته لغايه لما بقي معايا بالطراوه دي خلاص، وبعد كده فردته بين الكيسين لما زي ما انتم شايفين كده، وحطيته على العجينه وتضغطي كده تمشي كده بايديكي بس كده علشان ايه الملبن او الحشوه عامه تلزق في العجينه. ونبدا نسحب الكيس بتاعنا بالشكل ده خلاص اهو، وهبدا برده كده ارله زي ما عملت مع الايه مع العجوه، وهقطعه نفس التقطيع برده هو هو وهكمل بقى. بصوا بقى اللي هو الساده نفس الطريقه بس كده، عشان بس ايه ما نطولش الفيديو اكتر من كده، هنشيل الحشوه لو احنا مش عاوزين تمام. الساده عامه يعني هنلف العجينه بالشكل دوت ساده زي ما هي، هنفردها برده كده وهنرولها لوحدها ونقطعها نفس التقطيع من غير اي حشوات. خلاص هقطع بقى الملبن وهكمل بقيه العجينه بتاعتي ونرجع نشوفهم مع بعض ونشوف التسويه. تعالوا بقى نشوف ايه كعب الغزال بتاعنا بعد ما خلصنا، شايفين ما شاء الله. انا عايزه اوريكم بس اللفات كمان ظاهره ازاي قبل ما نبدا نسوي اهو. بصوا ده اللي بالملبن اهو، شايفين ما شاء الله عامل ازاي جميل. طبعا هو اختمر معايا تمام اهو. ده كمان اللي ايه بالعجوه اهو، شايفين ما شاء الله جميل ازاي. خلاص كده يبقى الصينيه دي عملناها بالملبن وبالعجوه، وعملت الحبه دول هم صغيرين كده بس ايه بالساده خالص من غير اي حاجه، شكلنا منهم اللي هو زي الكعب الغزال بتاعنا باللفات بتاعته بس من غير اي حشوه، وعملنا القرص الصغيره دي بصراحه انا بحبها بالشكل ده. خلاص كده دول هم اتعمل معانا النص كيلو جميل جدا، شايفين النص كيلو قطع معانا قد ايه، يعني لو هتروحي تشتريهم دوت من الفرن دول يعدوا والله يعدوا الكيلو ونص كمان. شوفي بقى كيلو ونص كعب الغزال دلوقتي الحشوات بكام. خلاص كده هنسويه بقى كمان، انا برضو مش هحط على وشه اي دهانات ولا اي حاجة، انا هدخله زي ما هو بالشكل دوت. انت حابة بقى طبعا السادة بنسيبه زي ما هو سادة. اللي بالعجوة دوت تمام انا كنت بحط عليه ايه، بحط عليه سمسم يعني بتتهنيه ببيض او بيض وورقة فانيليا مثلا صفار بيضة، او بتحطي معلقتين من اللبن او الحليب وعليهم رشة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان تمام، وهتتهني وترشي اللي بالعجوة هترشي عليه السمسم، وكنت بحب احط على الملبن كنت بحط احط جوز الهند تمام. فانا النهاردة انا هسيبه سادة خالص، انا هعمله من غير اي ايه دهان ومن غير اي رشة حاجة على الوش، وان شاء الله وشه هيحمر ويبقى جميل معانا وهنشوفه مع بعض ان شاء الله. انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 تمام، هندخل المنين بتاعنا وكعب الغزال على الرف الوسطاني لغاية لما يستوي معانا ان شاء الله، وياخد لون من فوق ومن تحت ونرجع نشوفه ونشوف التقديم النهائي. وبكده نكون خلصنا المنين بتاعنا وكعب الغزال او كعب الغزال عامة يعني زي ما قلتلكم. بصوا شايفين ما شاء الله، تعالوا كده معايا خدوا نظرة كده. بصي بصي شايفة لفات العجوة ما شاء الله، بصي ما شاء الله شايفة الملبن كمان جميل وطري وبيلمع معانا ازاي، بصي جميل جدا. وهنا دول الحبة السادة اللي احنا ايه عملناهم زي ما عرفنا مع بعض. خلاص كده شايفين الفيديو ما شاء الله، الفيديو بتاعنا جميل جدا، والكعب الغزال بتاعنا دايب وهش وخفيف كده هو بيدوب في البق دوب. فيديو سهل وبسيط تعمليه كده اهوت، شايفين كمان الكمية من نص كيلو ما شاء الله عملت معانا طبق جميل ازاي، يعني حاجة والله سهلة بسيطة موجودة عندنا في البيت عادي، نص كيلو دقيق مع كوباية السمنة ديت وخلاص على كده
يعني بدل ما انك انت مثلا ولادك يبقوا نفسهم فيه وتروحي تجيبي من بره حاجه زي كده، هتجيبيها اغلى والله مما تكلفي في البيت. فيا ريت انك كلنا نجرب ونعمل ونشتغل، ما تكسليش كده هوت، وقومي واشتغلي وحركي نفسك في الوقت الولاد بيبقوا في فتره في المدرسه، ممكن تعملي حاجه زي كده فيها وانت رايقه في البيت لوحديك الصبحيه قبل فتره الايه الغداء اللي انت بتشتغليها. الفيديو سهل وبسيط، تعالوا بقى نشوف كده مع بعض. انا هوريكم هنا واحده بس، سيب الطبق بتاعنا عشان التصوير، خليها كده واحده على جنب. تعالوا بصوا كده، نجيب كمان الصينيه اللي احنا عملنا فيها. بص انا هوريكي، بصي بسم الله، شايفة؟ طبعا دي محشية بالملبن، شايفة شايفة الملبن بتاعنا جوه طري ازاي وجميل، والمنين نفسه العجينة بصي دايبة ازاي، شايفة شايفة لما بدوس عليها يا دوب والله ما بيقص عن الصبع. بصي انا مش مثلا بنزل بدوس كده، لا اهي خلاص العجينة دايبة، بصي جميلة ازاي ومفرولة جميلة جدا جدا. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعنا يعجبكم كده، وتحطي لي لايك بقى عشان الفيديو ايه يوصل لاكبر عدد، وكل حبايبنا واخواتنا يستفادوا ان شاء الله من الفيديو بتاعنا. طبعا بقى اختي وحبيبتي، فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.